بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي، أقدم لكم هذا العرض بالنيابة عن جمعية الطب الإسلامية البريطانية، British Islamic Medical Association. سنناقش فيها بإذن الله موضوع فيروس الكورونا، وهذا الموضوع قد تناولته الناس وشتى وسائل الإعلام على نطاق واسع وبكمية كبيرة جدا، حتى أصبحت المعلومات تختلط بالإشاعات والمفاهيم الخاطئة. فأردنا في هذه المحاضرة بإذن الله أن نلخص الموضوع في تقريبا نصف ساعة، وسنقسم الموضوع إلى جزئين. أول جزء فيه نستعرض ما هو فيروس الكورونا وما أعراضه وخطورته، وفي الجزء الثاني نتناول أساليب الوقاية من الفيروس وماذا عليك أن تفعل إذا أصبت أو أصيب أحد من أهلك أو أقاربك أو ما شابه، حفظكم الله. هنا نرى المواضيع المطروحة للمناقشة إن شاء الله. أولا، ما هو مرض كوفيد-19 ولماذا نقلق منه؟ ثانيا، ما هي المجموعات أو الفئات المعرضة للخطر أو الإصابة؟ ثم ماذا عليك لمنع إصابتك بالفيروس؟ ثم ماذا عليك لمنع نشر الفيروس للآخرين وإصابة الآخرين؟ ثم ماذا تفعل إذا أصبت به فعلا؟ ثم كيف بك إلى مساعدة المحتاجين ومد يد العون لهم؟ فنبدأ الأول بسؤال: ما هو فيروس كورونا وما هو مرض كوفيد-19؟ هذا المرض كوفيد-19 هو مرض جديد يصيب الرئتين والجهاز التنفسي، وهذه الجملة أو الكلمة كوفيد-19 تصف المرض الذي يسببه فيروس معين من عائلة الكورونا. وفيروسات الكورونا أو عائلة الكورونا عموما نحن نعرفها لأكثر من 50 سنة، ولكن هذا النوع أو هذه الفصيلة أو هذه السلالة التي ظهرت في منطقة من الصين اسمها ووهان، هي هذه السلالة التي نعتبرها سبب المرض الجديد المسمى كوفيد-19. وانظر أخي الكريم إلى الجدول على الشاشة، نقارن هنا أعراض مرض الكورونا والبرد أو الزكام والإنفلونزا، ونرى أن الأعراض كلها مشتركة. فالكورونا تسبب الحمى والسعال، وعادة يكون سعالا جافا، والتعب أو الإرهاق والصداع والأوجاع والآلام العامة، فكلها أعراض مشتركة، مما يشكل علينا معرفة إن كان سبب المرض هو فيروس كورونا أم لا فقط بالنظر إلى الأعراض. والأمر المهم في هذا هو أن نعم، مرض الكورونا يتسبب في نفس الأعراض كالبرد والإنفلونزا، ولكن مرض الكورونا يتقدم ويتطور بشكل أكبر وأسوأ بكثير. إذا السؤال الأول: لماذا نقلق؟ فإذا نظرنا إلى هذه الصورة يتبين حجم المشكلة. وصلت المرحلة كما تعلمون إخواني إلى وقف الطواف حول الكعبة، وكما علمتم إغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة وصلاة الجمعة حول البلد وحول العالم كله. فنحن نمر طبعا بمحنة ونجتاز موقفا صعبا، وليس المقصد من هذه المحاضرة إخافة الناس، ولكن توضيح خطورة الأمر وجسامته، وحتى ندرك أهمية فهم واتباع الإرشادات الآتية من الهيئات التشريعية الإسلامية والطبية والحكومة البريطانية كذلك إن شاء الله. تقريبا واحد من كل كبار السن المصابين بمرض الكورونا يمرض بشدة لدرجة إدخالهم المستشفى. كبار السن والأشخاص المصابين بحالات طبية موجودة مسبقا مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكر أو السكري، هؤلاء يصابون بمرض وخيم أكثر من غيرهم، مرض أشد من غيرهم. وكما ترون في الصورة، طبعا هذه الأعداد يعني تتصاعد يوميا، عدد الحالات أظن الآن تجاوز 400 ألف، وعدد الوفيات أكثر من 18 ألف حولين العالم. فالأعداد يعني فعلا حقيقة كبيرة جدا. من المفاهيم الخاطئة الشائعة عن مرض فيروس الكورونا هذا أنه مثل الإنفلونزا بالضبط، وهذا غير صحيح. نسبة الوفيات حاليا 4% لأمراض الكورونا، يعني 4 في كل 100 من المصابين يموت من هذا المرض. قارن هذا بنسبة 0.1 مع الإنفلونزا، يعني 1 في كل 1000. هذا يعني أن احتمالية الوفاة من مرض الكورونا أكثر ب40 مرة من مرض الإنفلونزا الذي يأتي كل سنة. يعني سبحان الله، رغم التشابه في الأعراض
يختلفان في تقدم وتطور المرض اختلافا كبيرا. ولكن تعلم يعني طبعا اعلم يا اخي الكريم ان الكثير من المصابين طبعا يشفون من المرض ويبرؤون منه بفضل الله عز وجل، فليس المشهد حالكا ومظلما تماما، ولكن المرض ليس هينا ايضا. ومن الامور المهمة جدا في هذا المرض انه يصاب بعض الناس بالعدوى دون ان تظهر عليهم اي اعراض، ودون ان يشعروا بالمرض، ورغم عدم وجود اي اعراض فهؤلاء الاشخاص ما زالوا يستطيعون نقل الفيروس واصابة الاخرين، وقد تمتد هذه الفترة من عدم وجود الاعراض الى 14 يوم. يعني تخيل اخي الكريم اسبوعين انت تروح وتغدو وتذهب وتمشي الى العمل ولا تشتكي من الاعراض، وفي نفس الوقت تصيب وتعدي افراد اسرتك واصدقائك وزملائك في العمل. وهذه حقا هي الغاية والحكمة من ارشادات الحكومة في الزام الناس بيوتهم، حتى اولا لا يصيبك احد من المصابين في الخارج، وايضا لانك يمكنك نشر الفيروس بدون ان تشعر بالمرض. من الاسباب الاخرى الداعية للقلق هو المسار الذي تسير فيه بريطانيا في هذا المرض. اذا نظرت الى الرسم البياني، الخط الاصفر يمثل عدد الحالات في الصين، والخط الاسود يمثل ايطاليا، والخط الاحمر الصغير يمثل بريطانيا. يعني فكما ترى نحن نسير نفس مسار إيطاليا، ونرى نفس عدد الوفيات في المستشفيات كإيطاليا، ولكن قبلهم ب13 يوم. وأنت تعلم الحالة في إيطاليا يعني حالة صعبة جدا، المستشفيات لا تستطيع أن تستوعب كل هذه الأعداد، فنحن في نفس المسار، نتوقع أن يأتي نفس أعداد المرضى كإيطاليا في الأسابيع القادمة. ومنذ أسبوع أصدرت كلية إمبيريال تقريرا أدى إلى جعل الحكومة تغير الكثير من قراراتها وتعيد النظر فيها. قام فيها الباحثون بتوقع تطور المرض في المملكة المتحدة في الفترة القادمة، فنتوقع أنه سيصاب تقريبا 80% من الشعب البريطاني، وعدد سكان بريطانيا تقريبا 70 مليون، فيعادل ذلك 57 مليون مصاب. وإذا كانت نسبة المصابين الذين نضطر إلى الإدخال في المستشفى 4.5%، فهذا يعني 2.5 مليون مريض في المستشفيات، 2.5 مليون مريض، و75 ألف سيحتاجون إلى عناية مركزة للمراقبة ومتابعة التنفس. وأعلم أخي الكريم أن بريطانيا حاليا عندها فقط 5000 سرير في العناية المركزة. يعني تخيل 75 ألف يحتاج إلى هذه الأسرة، وموجود فقط 5000 سرير عناية مركزة في البلد. فالنظام الصحي لا يستطيع استيعاب هذه الأفواج الكبيرة من المرضى. وإذا استخدمنا أقل نسبة وفيات موجودة الآن، أقل نسبة وفيات، فنتوقع أنه على الأقل سيموت 500,000 شخص في بريطانيا فقط، إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتشار الفيروس. هذه الأرقام كلها باعتبار أننا لم نتخذ أي إجراءات للوقاية أو للحد من انتشار الفيروس. فتخيل أعداد كبيرة جدا لن يستطيع أن يستوعبها النظام الصحي، وأعداد كبيرة جدا من الوفيات. فطبعا هذه الأرقام أفزعت الحكومة، وإذا بهم الآن يضعون القوانين والإجراءات لمنع اختلاط الناس وانتشار المرض. الآن نسأل من هم الناس أو الجماعات المعرضة للخطر؟ أولا المسنين، كما ترون نسبة الوفيات تزداد مع السن، حتى أن فوق 70 واحد في كل 12 شخص يصاب بهذا المرض يموت، واحد في كل 12، وفوق 80 واحد من كل 6 يموت. يعني احتمالية الموت من الكورونا عند المسنين قد تفوق احتمالية الموت من جلطات الدماغ أو النوبات القلبية أو بعد يعني العمليات الجراحية الكبرى. وأعلم أيضا طبعا أنه قد حصلت حالات وفاة حتى في صغار السن، ولكن طبعا بنسب أقل، ولكن نسبة الوفيات لا تقتصر فقط على كبار السن، وإنما قد تشمل أيضا الصغار في السن. ثانيا الأشخاص المصابون بحالات طبية موجودة مسبقا مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وداء السكر أيضا معرضون للخطر. والمجموعة الثالثة المعرضة للخطر هم المسلمون، وتعالى نرى الأسباب لذلك. أولا نحن كمجتمع المسلمين في بريطانيا عندنا أعداد كبيرة من كبار السن،
وكثيرا ما نعيش معهم في نفس البيت، فترى في نفس البيت الأجداد والآباء والأحفاد، وكبار السن عندنا عادة لا يذهبون إلى دار المسنين وإنما يبقون معنا في بيوتنا. أضف إلى ذلك بأننا ولله الحمد نصل الأرحام، فنزور المسنين في عائلاتنا بشكل متواصل ونتعامل معهم. ولكن في هذه الفترة هذه الأشياء أو هذه الأمور تشكل خطرا عليهم. ثانيا، نحن كمجتمع المسلمين نعاني للأسف من حالات أكثر من أمراض القلب وارتفاع الضغط، وكما قلنا هذه تزيد احتمال وقوع النتائج السيئة. ثالثا، ديننا وثقافتنا تملي علينا أو تؤدي بنا إلى الاختلاط بيننا في المساجد والمدارس الإسلامية وفي صلوات الجمعة والمناسبات كالأفراح والأعياد. ونحن نعلم أن الفيروس ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل أو يكح الشخص المصاب بمرض كوفيد-19، وتتساقط هذه القطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو هذه الأسطح، ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. وكما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. والمسجد أو المساجد تحديدا هي أماكن قد ينتشر فيه الفيروس بسهولة لعدة أسباب. فالمسجد يحضره كثير من المسنين، ويصلي المصلون عن كثب أو يعني وهم متجاورين ومقتربين. وعادة ما نفتقد إلى أجهزة تهوية أو أجهزة تهوية جيدة، والقطيرات الصغيرة تستقر في السجادات فيأتي المصلي ويسجد عليها فيسهل انتقال الفيروس. وأماكن الوضوء أيضا الناس فيها يعني يمضمضون ويستنشقون ويستخدمون الفوط المشتركة، ونحن في المساجد يقابل بعضنا البعض فنسلم ونتصافح. وهذه يعني كل هذه الأمور أمور جميلة وجيدة جدا، ولكن في هذه الأوقات هي وسائل لانتشار الفيروس عبر المساجد. وطبعا كما نعلم طبعا مساجدنا هذه هي بيوت الله، لها مكانتها في قلوبنا، وهي يعني مراكز مجتمعاتنا، فيعز علينا هجرها. ولكن في هذه الأوقات الغير مسبوقة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فكما قلنا من المرجح أن انتشار الفيروس في المساجد أكثر من الانتشار في العمل ومراكز التسوق والمناسبات الاجتماعية الأخرى للأسباب التي ذكرناها. ويجب أيضا أن نكون حذرين، هذا أيضا موضوع مهم، يجب أن نكون حذرين من العلاقات العامة السلبية التي قد تحدث إذا اكتشف أن المسجد كان مصدرا لانتقال جماعي للمرض. وإذا تصفحت هذه الجرائد سترى حالات انتشار لفيروس الكورونا من بؤرة مسجد في أدنبرا في اسكتلندا وأيضا في ماليزيا. وأيضا الفيروس قد ينتشر في المدارس والجنازات وحتى في رمضان في أثناء الإفطار وصلاة التراويح الجماعية. الآن نلخص ما مررنا به. أولا، نتذكر أن عدد الوفيات يزداد مع السن، والوفاة لا تقتصر عليهم، يعني في إيطاليا رأينا حالة وفاة أو حالات وفاة حتى في صغار السن، يعني بدون أمراض أخرى قد تصيبهم أيضا وقد تؤدي إلى الموت. قرب نصف مليون شخص سيموت في المملكة المتحدة من مرض كورونا فيروس هذا إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة. ولاحظ أيضا أن هذا الرقم يعني بغض النظر عن أصحاب الأمراض الأخرى الذين قد يحتاجون إلى رعاية المستشفى، ولكن لن تستطيع المستشفى توفير هذه الرعاية بسبب الضغط العالي من مرضى فيروس الكورونا. لا توجد أسرة كافية ولا أطباء وممرضات كافيين في المستشفى والعناية المركزة لاستقبال كل هذه الأعداد من المرضى. وغالبا منعا للعدوى سيمنع الزوار من زيارة المصابين في المستشفى. وكما قلنا المسلمون مجموعة معرضة للخطر، وللأسف قد تشهد وربما سوف تشهد حالات وفاة أكثر وأكبر للأسف إذا لم نتبع هذه الإجراءات. فطبعا يجب أن نهتم بهذا الأمر وأن نحمله محمل الجدي، ويجب أن نسمع ونتبع كلام الأطباء والحكومة ونعمل كأفراد وكمجتمع واحد لمكافحة انتشار هذا الفيروس.
واتخاذ الأسباب للحد من أثره. وبإذن الله ستمر هذه المحنة يا إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ كل مسلم ويشفي كل مصاب، فهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة. نسأل أولا: ماذا علي أن أفعل لأن أمنع التقاط الفيروس؟ ما هي النصائح العملية لمنع ذلك؟ نتذكر هنا قول سيد الخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو الطهور شطر الإيمان. فالنظافة والطهارة من أساس ديننا وإيماننا، وهذا الوقت هو وقت مراعاة هذه القواعد، قواعد النظافة والاحتياط الشديد. غسل اليدين في غاية الأهمية، اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كلما رجعت من الخارج أو العمل لإزالة أي قطيرات الفيروس من اليدين. نرى في هذه الصورة، في الصورة العليا اليسرى، هذا هو اليد في الأول قبل غسله، ثم نذهب إلى اليمين العليا اليمنى، هذه الصورة تمثل اليد بعد 6 ثوان من الغسل. نرى أن ما زال هناك أذى على ظهر اليد، فيجب أن تكمل إلى أن تصل إلى آخر صورة، وفيها اليد تصبح يعني نظيفة وتنقى من جميع الأذى أو الفيروسات. فتذكر أخي الكريم أن تغسل يدك، اغسل الكف وظهر اليد بين المفاصل وتحت الأظافر، اغسل أطراف الصوابع بالذات، يعني الأصابع والإبهام كلها، وحاول أن تستغرق 20 ثانية أثناء هذا الموضوع. إذا لم يتوفر الماء والصابون فلا مشكلة إن شاء الله في استخدام معقم اليدين كبديل. فأول شيء كما قلنا لمنع التقاط الفيروس كان الالتزام بقواعد النظافة كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسل اليدين. ثاني شيء أيضا أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أولا تجنب الاتصال القريب أو الاحتكاك مع الأشخاص الذين عندهم أعراض فيروس الكورونا، ويعني أيضا السفر في عبر وسائل النقل العام، حاول يعني أن تلجأ إليه فقط في حالات الضرورة. تعني أيضا العمل من المنزل إذا استطعت. أيضا تعني تجنب الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى حفلات الزفاف أو المطاعم أو الحلقات إلى آخره، تجنب التجمعات والجماهير الكبيرة، واستخدام الهاتف أو الخدمات عبر الإنترنت أو التطبيقات أيضا على الهاتف للاتصال بالدكتور أو طبيبك، الممارس العام GP أو خدمات الـ NHS الأخرى. وتذكر يا أخي الكريم أن لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك إذا لم تكن يداك نظيفة، لأن الفيروس يدخل الجسم من هذه المناطق. وحاول أن لا تعزم أو تدعو أن تدعو زوارا غير ضروريين لمنزلك، بما في ذلك الأصدقاء والعائلة. السؤال الثاني: ماذا علي أن أفعل لمنع انتشاره؟ يجب على الجميع أن يفعلوا ما في وسعهم لوقف انتشار الفيروس هذا. من المهم بشكل خاص هذا للأشخاص فوق 60 سنة من العمر، من عندهم يعني أمراض أخرى أو مزمنة، على سبيل المثال أمراض القلب والسكري وضغط الدم، النساء الحوامل، من عندهم ضعف في المناعة أو كبت في المناعة. وتذكر أخي الكريم عند السعال أو العطس غطي فمك وأنفك بمنديل أو بكمك وليس يديك، ضع المناديل في النفايات فورا، واغسل يديك بعد السعال أو العطس. السؤال الثالث: ماذا علي أن أفعل إذا لا قدر الله أصبت بالمرض أو بدأت تظهر عندي أعراضه؟ أول شيء وأهم شيء، إلزم بيتك، لا تخرج من البيت إذا بدأت ترى أعراض الفيروس حتى لا تعدي الآخرين. ثانيا، استخدم خدمة 111 الموجودة على الإنترنت. هذه خدمة 111 أنشأتها الحكومة منذ بضعة سنين كبديل لرقم 999 في الطوارئ. إذا كان الأمر ليس طارئا تتصل عبر 111، وهذه الخدمة موجودة أيضا عبر الإنترنت، مجرد يعني تقوم فيها بالإجابة عن بعض الأسئلة ثم يقولون لك ماذا تفعل ويزدون عليك بالنصائح. إذا لم تستطع استخدام الخدمة عبر الإنترنت فيمكنك أن تتصل بهم برقم 111 وتكلمهم مباشرة. من المهم جدا إذا بدأت عندك الأعراض أن لا تشخص نفسك، وأن تقصد المعلومات والنصائح من المصادر الصحيحة الموثوق بها.
هذا يقول الآن لقد تم نصحي بالبقاء في المنزل، إلى متى علي أن أبقى في المنزل؟ لاحظ أن هذه طبعا النصائح تتغير يوميا، ولكن الآن إذا كانت لديك أعراض لفيروس كورونا فستحتاج إلى البقاء في المنزل لمدة 7 أيام. الأعراض تذكروا مثل الحمى أو السعال أو الصعوبة في التنفس أو الصداع أو الشعور بالإرهاق أو الآلام العامة. إذا كانت لديك هذه الأعراض فالزم بيتك لمدة 7 أيام. إذا كنت تعيش مع شخص يعاني من هذه الأعراض فستحتاج إلى البقاء في المنزل لمدة 14 يوما من اليوم الذي بدأ فيه أول شخص في المنزل يعاني من الأعراض هذه. إذا كنت تعيش مع شخص يبلغ من العمر 70 عاما أو أكثر، أو يعاني من مرض مزمن، أو امرأة حامل، أو شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة، فحاول العثور على مكان آخر ليقوموا فيه لمدة 14 يوم، سواء كان هذا بيتا أو فندقا. إذا لم تجد مكانا وكان عليكم البقاء في المنزل معا، فحاولوا الابتعاد عن بعضكم قدر الإمكان. حاول ألا تشاركوا الغرف أو الفوط أو المعالق والأطباق وهكذا. هذه بعض مصادر المعلومات الأخرى كموقع الحكومة www.gov.uk أو موقع البي بي سي. السؤال الرابع والأخير، كيف لي أن أساعد الآخرين؟ هذه المرحلة يا إخواني تستلزم منا مساعدة المحتاجين ومساندتهم، وتستوجب علينا التقرب والتضرع إلى الله عز وجل. أول شيء أن تبقى على علم بالوضع وعلى علم بآخر الأنباء، وتطلب المعلومات من المصادر الطبية الموثوقة. ثانيا يجب أن تكون حذرا، حذرا من التقاط الفيروس وحذرا من انتشار من نشره بين الناس. وأهم من ذلك يا أخي الكريم أن لا تفزع، لا داعي للهلع، ويجب أن لا ننجرف مع موجة الذعر التي نراها حولنا. فنحن ولله الحمد مؤمنون بقدر الله عز وجل خيره وشره، وما علينا سوى اتخاذ الأسباب والتوكل على الله. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكما نعلم من الحديث الشريف، فقد جعل الله مثل هذا الوباء رحمة لمن أصيب فصبر واحتسب. فيا لا داعي للرعب وللذعر، وإنما يجب علينا أن نزرع السكينة والطمأنينة في قلوبنا عوضا عن الخوف أو الرعب من المرض. كما قلنا، أول شيء البقاء على علم وبصيرة بما يحدث، وابتغاء المعلومات من المتخصصين، كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد أصدرت الجمعية الطبية الإسلامية البريطانية منشورات عدة، ومنها مترجم للعربي، كذلك الهيئات الإسلامية الأخرى كالمجلس الإسلامي البريطاني Muslim Council of Britain، وكلها متاحة عبر الإنترنت. ثانيا، توخي الحذر، كن حذرا من نشر الرسائل عبر الواتساب أو الفيسبوك بدون التحقيق من صحتها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واتبع النصائح المزداة إليك من الأطباء والخبراء. فيا إخوتي، والله الصحة فعلا نعمة لا تقدر بالمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. وثالثا أخي الكريم، لا تفزع واستمع إلى كلام الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واتخذ الأسباب والتزم بالإجراءات والإرشادات وبأساليب الوقاية. فكما نعلم التوكل على الأسباب شرك، ولكن تركها معصية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها. فلا تفزع يا أخي الكريم، قد شاهدنا حالة الهلع التي قد أصابت الناس ودفعتهم إلى شراء كميات من ورق الحمام يعني تكفي بلد. فلا تدخر وتجمع فوق اللازم، واسمح للآخرين بشراء مستلزماتهم أيضا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
واتبع وصية رسول الله أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وننتهي الآن باختصار ملخص لما تناولناه في هذه المحاضرة. أولا، فيروس الكورونا ليس فيروسا عاديا ولو كانت أعراضه عادية ومثل الفيروسات الأخرى، ولكنه في تقدمه وتطوره وخطورته ليس كمثلهم. ثانيا، المسنون أو كبار السن عرضة لإصابات أخطر، وكذلك المسلمون أكثر عرضة لانتشار الفيروس بحكم شعارات ديننا وثقافتنا. أيضا، النظام الصحي في بريطانيا لن يكون عنده الموارد الكافية لاستقبال المرضى بهذا الحجم. المساجد أيضا أماكن يسهل فيها انتشار الفيروس. يجب أيضا أن نستشير ونبتغي النصائح من الأطباء والخبراء ونتأكد من صحة المصادر التي نأتي بالمعلومات منها. وأخيرا، يجب أن نعمل معا للحفاظ على أرواحنا وأرواح الناس. وبهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم هذا البلاء، وأن يسلمنا ويسلم الناس منا، وأن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.